أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية 3 ابتدائي، الفصل الدراسي 2، المادة لغة الجميلة. موضوع الدرس تدريبات على درس عمر رضي الله عنه والأسرة الفقيرة. إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، التعرف على المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف والتضاد. ثانياً، أن يحدد الطالب الشخصيات الواردة في النص. ثالثاً، أن يطلع الطالب على نماذج إيجابية. فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، أضع علامة صح أمام السلوك الإيجابي فيما يلي: من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم: الخيارات، الخيار الأول الصدقة، الخيار الثاني البخل. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الصدقة. أحسنتم عزيزي الطالب، ما المقصود بالصدقة؟ نفكر. هي النفقة التي يطلب بها الأجر. أحسنتم عزيزي الطالب، أجيب أكمل بذكر الصفات المناسبة لمواقف الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في القصة: خروجه ليلا ليتفقد أحوال الناس. الخيارات: الخيار الأول تواضع، الخيار الثاني رحمة، الخيار الثالث حسن تصرف. ما الإجابة؟ حسن تصرف. أحسنتم. ورد في المعجم الوسيط: أي يحسن بك أن تفعل كذا. تألمه من كلام المرأة ومنظر الأولاد. الخيارات: الخيار الأول تواضع، الخيار الثاني رحمة، الخيار الثالث حسن تصرف. ما الإجابة؟ الرحمة. أحسنتم. ما المقصود بالرحمة؟ نفكر قليلا. رقة في النفس تبعث على سوق الخير. أحسنتم. إسراعه إلى مخزن بيت المال لجلب الدقيق. الخيارات: الخيار الأول تواضع، الخيار الثاني رحمة، الخيار الثالث حسن تصرف. ما الإجابة؟ حسن تصرف. أحسنتم. جلوسه على الأرض وإعداد الطعام. الخيارات: الخيار الأول تواضع، الخيار الثاني رحمة، الخيار الثالث حسن تصرف. ما الإجابة؟ تواضع. أحسنتم عزيزي الطالب، ما المقصود بالتواضع؟ خفض الجناح ولين الجانب. أحسنتم.
انتظاره حتى أكل الأولاد وشبعوا وناموا. الخيارات: الخيار الأول تواضع، الخيار الثاني رحمة، الخيار الثالث حسن تصرف. ما الإجابة؟ رحمة. أحسنتم. عزيزي الطالب، أصل الكلمة في القائمة ألف، بمعناها في القائمة باء. الخليفة، الخليفة. ما الإجابة؟ السلطان. أحسنتم. يقاسون. ما الإجابة؟ يعانون. أحسنتم. تألم. ما الإجابة؟ توجع. أحسنتم. آتي بأضداد الكلمات التالية قبل أن نجيب. ما المقصود بالأضداد؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. ورد في لسان العرب أن الضد هو كل شيء ضاد شيئا ليغلبه. أحسنتم. التواضع. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الكبر. أحسنتم. ما المقصود بالتواضع؟ خفض الجناح ولين الجانب. أحسنتم. الكبر ما المقصود به؟ يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. أحسنتم. آتي بأضداد الكلمات التالية: البرد. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الحر. أحسنتم. آتي بأضداد الكلمات التالية: الليل. ما الإجابة؟ النهار. أحسنتم. آتي بأضداد الكلمات التالية: بعيد. ما الإجابة؟ قريب. أحسنتم. أقرأ وألاحظ. أقرأ وأنطق التنوين: خرج الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة، 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 ومعه خادمه. أقرأ وأنطق التنوين: رأى عمر رضي الله عنه نارا، نارا، نارا من بعيد، بعيد، بعيد. أقرأ وأنطق التنوين: قال عمر رضي الله عنه أرى ناسا، ناسا، ناسا يقاسون البرد، فهيا بنا إليهم لنعرف حالهم. أقرأ وأنطق التنوين: سأل الخليفة رضي الله عنه: وأي شيء، شيء، شيء في هذه القدر؟ أقرأ وأنطق التنوين: فقالت ماء،
ماء ماء حتى يسكتوا ويناموا. أقرأ بصوت معبر، فقال الخادم والله لأحملنه عنك. أستخرج من النص ثلاث كلمات منونة، تنوين، فتح، ما الإجابة؟ نسن، أحسنتم، منونة، تنوين، فتح، كذلك امرأة، منونة، تنوين، فتح، أحسنتم، ما الإجابة؟ قليلا، منونة، تنوين، فتح، أحسنتم. ثلاث كلمات منونة، تنوين، كسر، ما الإجابة؟ ليلة، منونة، تنوين، كسر، ما الإجابة؟ بعيد، منونة، تنوين، كسر، أحسنتم، ما الإجابة؟ شيء، منونة، تنوين، كسر. ثلاث كلمات تحوي ال القمرية. قبل أن نجيب، ما المقصود بال القمرية؟ هي اللام التي تكتب وتلفظ، ويكون الحرف الذي بعدها غير مشدد. ما الإجابة؟ الخليفة، أحسنتم، ما الإجابة؟ الخطاب، أحسنتم، ما الإجابة؟ المكان، رائع. ثلاث كلمات تحوي ال الشمسية. عزيزي الطالب، ما المقصود بال الشمسية؟ ما الإجابة؟ هي اللام التي تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة، ويأتي الحرف الذي يليها مشددا. ما الإجابة؟ الطعام، ما الإجابة؟ الليل، ما الإجابة؟ السلام، أحسنتم. أحول الفعل إلى اسم يدل على الزمان، ثم أضعه في جملة من إنشائي. قبل أن نجيب، ما المقصود باسم الزمان؟ ما الإجابة؟ اسم مشتق للدلالة على زمان وقوع الفعل، أحسنتم. الفعل غرب، غرب، اسم الزمان، ما الإجابة؟ مغرب، أحسنتم. الجملة، ما الإجابة؟ مغرب الشمس مساء، أحسنتم. أتأمل الصورة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. عن أي شيء تتحدث الصورة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. أطفال فقراء، أحسنتم. أصف حال الأطفال، ما الإجابة؟ جوعى. أذكر موقفا حسنا حدث لي أو سمعته أو قرأت عنه.
هيا بنا نستمع. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حانية؟ عزيزي الطالب، آتي بأضدادي الكلمات التالية: غني. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. فقير. أحسنتم. آتي بأضدادي الكلمات التالية: ليل. ما الإجابة؟ نفكر. نهار. أحسنتم. تعلمنا اليوم من صفات عمر رضي الله عنه الواردة في النص: أولا التواضع، ثانيا الرحمة، ثالثا الكرم، رابعا حسن التصرف. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.